بالحبة السحرية دي هنشيل شعر العانة وجسمك كله، مش هيبقى فيه شعراية في جسمك خالص. الحبة السحرية دي هتخلي المنطقة الحساسة عندك وجسمك كله مفهوش ولا شعراية، وهتزيل شعر جسمك، ولا سويت ولا شفرات ولا وجع نهائيا. ازالة شعر الجسم كله والوجه واي مكان فيه شعر زايد من الجذور، وهتتصدمي بجد من النتيجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مايا من قناة وصفات سحرية مع مايا، والنهاردة ان شاء الله يا حبايبي هنعمل مع بعض وصفة جميلة جدا جدا جدا، هتعجبكم قوي قوي قوي، وليها مفعول رهيب جدا في ازالة الشعر. طبعا اكتر اماكن بيكون زايد فيها الشعر وهو شعر الاماكن الحساسة. الوصفة معايا النهاردة جميلة جدا، مش هتحتاجي لا سويت ولا شفرات ولا اي حاجة. حباية يا بنات اقوى من الليزر في ازالة الشعر، ناسف الشعر وصل وصل وصل، بس اهم حاجة نتابع الوصفة بشكل صح ونعملها زي ما هقولها في الفيديو بالظبط، علشان تجيب معاكي النتيجة اللي انتي عايزاها. قبل ما ابدأ وصفتي، لو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تضغطي على زر الاشتراك الاحمر اللي تحت الفيديو ده، اشتراك هندوس عليه وهندوس على كلمة الكل، نفعل الجرس للكل علشان يوصل لنا كل جديد، ونعمل لايك للفيديو فضلا وليس امرا علشان، ونعمل شير علشان الفيديو يوصل لعدد كبير من الناس. اول حاجة يا حبايب قلبي هعرفكم على المكون الاساسي اللي معايا في الوصفة، وهو البتنجان. البتنجان الاسود. ايه ده يا مايا، البتنجان الاسود بيزيل الشعر؟ اه بيزيل الشعر، شفتي بقى. هيعجبك جدا والله العظيم، والوصفه هتعجبك قوي بجد، وصفه فظيعه فظيعه. على فكره يا بنات الوصفه دي هنديه فظيعه. هنجيب البتنجان الاسود زي ما انتم شايفين بالشكل ده، سواء عروس او سواء اللي هو الرومي ده، يا اما ده يا اما ده عادي. تمام، هنبدا نعمل ايه؟ هنبدا نجيب السكينه بتاعتنا بالشكل ده، تمام، وهنبدا ان احنا نقشر البتنجان بتاعنا كويس. تمام، هنقشر البتنجان بتاعنا تمام بالشكل ده. تمام، هاخد القشر بتاع البتنجان بتاعي. قشرنا البتنجان او البتنجان، انا بقول عليه بتنجان يعني، قشرناها اهي بقت قشر زي ما انتم شايفين. تمام، هتبدأي تعملي ايه حبيبة قلبي؟ هتبدأي تاخدي قشور البتنجال دي وهتبدأي تسيبيها زي ما هي كده في الشمس لمدة يومين ثلاثة. تمام، لما هتسيبيها في الشمس هتبقى بالشكل ده، بصوا اهي، هتبقى نشفت وبقت جافة خالص اهي زي ما انتم شايفين. احنا عايزين قشر البتنجان الطازج ده اهو يبقى جاف وينشف زي ما انتم شايفين بالشكل ده. تمام، لما سبناها بقت سبناها ونشفت خالص وبقت جافه، هنبدا نعمل ايه؟ هنبدا ناخد قشور البتنجان المجففه زي ما انتم شايفين بالشكل ده اهو، وهنبدا نحطها في الكبه بتاعتي ونطحنها خالص طحن ناعم. تمام، هتبقى بالشكل ده اهو، مطحونة خالص. تمام، الخطوة بسيطة يا بنات خالص، يعني ما تقلقوش منها، هتعرفي تعمليها. هي بقية مش هتكمل يومين تلاتة وهتنشف معاكي خالص. تمام، او ممكن لو مستعجلة عليها ممكن تشغلي الفرن على درجة حرارة عالية، بعدين تقفليه وبعدين تسيبيها يوم من بالليل لحد الصبح في الفرن وهو كان متولع ومقفول عليه. تمام، هتنشف برده معاكي. تمام، هنبدا نجيب طبق زي ما انتم شايفين بالشكل ده يا حبايبي، ومعايا هنا قشور البتنجان المجفف زي ما انتم شايفين اهو. هنبدا ناخد منها معلقه من قشور البتنجان المجفف اهو. تمام، وهنبدا ننزل عليهم بايه؟ هننزل عليهم بنص معلقه من الملح. على فكره يا بنات ليها مفعول فظيع جدا قشور البتنجان المجفف، ليه البذنجان المجفف لازاله الشعر، وصفه فظيعه جدا 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 وموثوق فيها بشكل مش طبيعي، لازاله الشعر من الجذور، وبتشيل الشعر بشكل سريع جدا، والشعر مش هينبت ليكي تماما مع تفتيح رهيب.
تمام. هننزل عليهم بنص معلقة من الملح، ملح الطعام العادي، تمام. هننزل عليهم زي ما انتم شايفين بالشكل ده، وهنقلبهم مع بعض، تمام، بالشكل ده. وهننزل عليهم بنص معلقة من النشا او الكورن فلاور، تمام، وهنقلبهم بالشكل ده. انا ليه حطيت نشا؟ انا حطيت نشا علشان التفتيح وعشان الالتهابات، تمام، عشان ممكن حد يسألني يقولي طب انتي حطيتي نشا ليه؟ النشا ملوش علاقة. لأ، النشا بيفتح، بيشيل الالتهابات، بيمتص التهابات اللي ممكن تسببها الملح، تمام. وكمان حلو جدا جدا في تعجيز نمو الشعر. قلبناهم مع بعض بالشكل ده. هننزل عليهم هننزل عليهم بالخل الابيض، تمام، الخل الابيض يا بنات، معلقة واحدة بس من الخل الابيض، وهنقلبهم مع بعض كويس جدا. في مكون، المكون ده اختياري، بس انا يعني بقول لك نصيحة مني ليكي، يا ريت تضيفيه، يا ريت تضيفيه في الوصفة، تمام، وهو القهوة او البن، تمام. اهو هناخد نص معلقة وهنقلبهم مع بعض برضو بالشكل ده. هنبدأ المكونات دي اهو، ولو كترناها تمام ممكن نضيفها في علبة ونحطها في التلاجة، هتقعد معانا فترة، تمام. هنبدأ كل يوم، سواء زلتي الشعر او ما زلتوش، مش لازم بعد ازالة الشعر، لا، انت حتى لو الشعر موجود هتبدأي تاخدي من المكون ده كل يوم. وهنبدأ ان احنا ندهن بالشكل ده بكده، ونفرك اهو الوجه تحت الايموتين، رجليكي، ايديكي، بطنك، وجهك، العانة، اي مكان بتعاني منه من الشعر الزائد هنبدأ نفرك. طيب بالصباع ده كده، بالصباع ده، وهنبدأ ان احنا نعمل كده وندوس، نعمل كده وندوس عكس اتجاه الشعر، وهنعمل كده وندوس عكس اتجاه الشعر، وهنعمل كده وندوس. هنفضل نعمل الخطوة دي حوالي 10 دقايق في المكان بشكل دائري، وندعك بشكل دائري، وندعك ماشي عكس اتجاه الشعر، وندعك ندعك، وناخد تاني وندعك عكس اتجاه الشعر، ناخد تاني وندعك عكس اتجاه الشعر. يا جماعة ما تقلقوش، ما بتعملش التهابات، ما بتعملش التهابات، ما تقلقوش خالص، تمام. هنبدأ ان احنا نعمل الخطوة ديت حوالي 10 دقايق، 15 دقيقة، تمام، ناخد وندعك، ناخد وندعك، وبعد كده هنسيبها لمدة 10 دقايق، يعني هنعمل تدليك لمدة 10 دقايق وبعدين هنسيبها لمدة 10 دقايق، تمام. اول من اول مرة يا بنات هتلاحظي ان الشعر بدأ يختفي. انت مع الدعك كده اصلا عكس اتجاه الشعر، وتاخدي وتدعكي عكس اتجاه الشعر، هتلاقي ان الشعرة معاكي بتبدأ ان هي تدبل، وتبدأ ان هي تتشال معاكي بالتدريج، هتلاقي الشعر بدأ يخف. عشان كده بقول لك ما تشيليش الشعر بالسويد، خلي الشعر زي ما هو، علشان هتلاحظي اختفاء الشعر وإزالة الشعر مرة واحدة، تمام. هنعمل الخطوة دي يوميا لمدة أسبوع، كل يوم هنعملها لمدة أسبوع. لو الشعر كثيف ومهما كنت مشعرة، الشعر هيتشال بالتدريج مع الحركة دي يوميا. طب الشعر هيرجع تاني؟ ما لا، الشعر مش هيرجع تاني، ولو رجع تاني هيرجع خفيف خالص، لأن احنا بنزيل الشعرة من الجذور بالتدليك ده بالمكونات دي، وفي نفس الوقت بنعجز البصيلة بتاعت الشعر. يا رب اكون قدرت اشرح وصفتي بشكل مفصل، وقدرت ان انا افيدكم بالوصفة دي حبايب قلبي. يا رب تكون الوصفة عجبتكم واستفدتوا منها. اشوفكم على خير، والسلام عليكم.